وقع سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع شركة أوربايسر الإسبانية للنظافة عقد إدارة وتطوير مدفن عسكر للمخلفات لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ترسية المناقصة على الشركة بقيمة 4,800,000 دينار. ووقع العقد من جانب الشركة المدير التنفيذي لشركة أوربايسر السيد لويس جامبا بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل محمد أبو الفتح. وأكد سعادة الوزير أن إدارة المدفن بالتعاون مع القطاع الخاص يأتي في سياق نقل الدور الحكومي ممثلا في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من مزود إلى منظم للخدمة، وإعطاء هذا القطاع دورا أكبر في مختلف مشاريع وبرامج وخدمات الوزارة. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة أوربايسر أنه بموجب العقد الموقع سيتضمن مشروع التطوير إنشاء حديقة بيئية تقوم فكرتها على تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة البديلة. الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم سوف تغير دور الوزارة من منفذ إلى منظم إلى هذه الخدمة المهمة، وفي سياق المحافظة على البيئة، وسوف ينتج عنها إن شاء الله استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة هذه المخلفات وإدارة المدفن، وستكون هناك تقنيات جديدة تصب في إطالة عمر هذا المدفن واستخدام الأساليب الحديثة للمحافظة على البيئة. ضمن استراتيجية إدارة المخلفات أن الوزارة من خلال الفترة الماضية تم تنفيذ عدد من هذه المبادرات.